الورم اب عشان ما يجيش تشنجات، ما يجيش شد عضلي والحاجات دي كلها ولا اصابات. في فعلا عندنا شويه حاجات بنعملها، في تمارين يعني بيبقى في عندنا دايناميك ستريتش، وفي عندنا تمارين بنجهز فيها العضله ان هي تشتغل، غير اجهزه الكارديو اللي هو العجله او التريدميل وكده. في تمارين بنعملها بالبادي ويت، هنتفرج على شويه حاجات علشان فعلا زي ما الدكتوره والكوتش فرح ما قالت النهارده ان ما يحصلش فعلا اصابات او ما يحصلش اي مشاكل في الرجلين. فاول تمرين انا هعمل تمارين يعني انترميديت او ادفانس شويه، فرح هتعمل تمارين للبيجنر، كوتش هيعمل تمارين صعبه، انا هعمل تمارين. فالاول تجربوا اللي فرح بتعمله وبعد كده نعمل اللي انا بعمله. اول حاجه هنعمل حاجه اسمها ستيشن ايجار، لو احنا بنجري في المكان لو مش متاح ليها ان احنا هنجري في مكان بره، فهنبدا نحاول ان احنا نجري قاعنا بيلمس بيتنا دي. 1 2 3، فرح هتكمل زي ما هي، اللي هيقدر يجري هيحاول ان هو يعمل ده. 1 2، هنحاول نعمل دوت 30 ثانيه المفروض. كل التمارين مش انا اللي بنزل لركبتي، انا رجلي كل التمارين دي انا فعلا رجليا بتطلع هي اللي بتطلع، ركبتي هي اللي بتطلع لحد فوق وظهري ثابت مكانه، صدر مفتوح والكتف ورا والضحك والابتسامه. ماشي. ده اول تمرين. التمرين الثاني بعد الستيشن اللي ران دوت هيبقى الليج كيرل اللي بيمرن عضلات الخلفيه. فراح هتعمل برضه الموديفيكيشن بتاعته، هتعمل الحاجه للبيجنر. هتبدا نعمل 1 2 3 4، بعد شويه وهي مكمله زي ما هي ممكن نعمله اسرع. 5 منخلي كعب الرجل تلمس ايدي، لحد ايدي، كعب رجلي بيلمس لحد ايدي. تمام. ده التمرين الثاني. التمرين الثالث نقدر نشغل الجزء بتاع الحوض كله، ببدا اشتغل لحد هنا، رجلي بتطلع لفوق يمين، بلف وارجع مكاني ثاني، نفس الرجل نفس الرجل نفس الرجل. 2 3 4 5، بطني مشدوده قوي. رجلي الثانيه 1 2، حطيت ايدك في وسطك هقلدك الفرح. 3 4 5. التمرين اللي بعده هيبقى للكور لعضلات البطن اللي هو الماونتين كلايمبنج اللي هو اللي الناس بتحبه كلها. هننزل على الارض في الوضع بتاع الضغط وهبدا اشتغل 1 and 1 بنفس الرجل ولا لا؟ في البلانك. اوكي. 1 and 1، انا هشتغل اسرع شويه، فرح زي ما هي. 1 2 3 4 5، ونحاول نوصل من 10 ثواني للبيجنر ل 30 ثانيه للساعه الواحده. وكل ده عشان نحاول نبعد عن الاصابات. بعد ما نبدا نعمل الحاجات ديت نقدر ندخل نتمرن ليجز، رجليها هتبقى جاهزه بنسبه كبيره ان هي تعمل التمارين الاساسيه كلها. الحلو في ده انه مش بس بنحاول نبعد عن مشاكل او الاصابات، والحلو كمان ان احنا بنحرق كالوريز كتير.